كيف يمكن للمسلم أن يعوض عدم صلاة التراويح في المساجد خلال هذه السنة؟ يصلي في داره، يصلي في داره، الله موجود هناك وموجود هناك. شوف المغاربة المسلمون جميعا قلوبهم معلقة بالمساجد، هذا ما في لي شك، لأن المساجد مقامها كبير عند الله تبارك وتعالى، هي بيوت الله في الأرض. قال تعالى في بيوتي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا يزيدهم من فضله والله يرزقهم يشاء بغير حساب. وقال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المساجد قال من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أبنية الله أفنيته أذن الله في رفعها وبارك فيها ميمونة ميمون أهلها محفوظة محفوظ أهلها وهم في صلاتهم والله من ورائهم وهم في صلاتهم والله في حوائجهم. المقام ديال المساجد ما فيه شك، وتعلق المؤمنين بالمساجد هذا من الخصال الحميدة، ذلك لأن من أهم ما يغفر الله به الذنوب ويرفع به الدرجات السعي إلى المساجد، كثرة الخطأ إلى المساجد. وأيضا من السبعة الذين يضلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. فهذا شيء كله كنستحضروه، ولكن اليوم احنا في ظرف خطير جدا كيلزمنا نقعدوا في ديورنا، لأن الحفاظ على صحة الأبدان والأرواح مقدمون على الأديان. فنصلوا في ديورنا ونحولوا ديورنا المساجد، نصلوا فيها فرادى أو جماعات، يعني نصلوا يعني القلب ديالنا حاضر كأننا كنصلوا في الجامع، ورا ربي مطلع على النيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.